ما تقسيش قلب العيال عليها شافي، عبوس ايدك. ماشي خلاص. طب بقولك ايه، لما الدنيا تهدى شوية تيجي تاخدني. وديني لو ما جيت تاخدني يا شافع اللي هفضل هنا وما انا راجعه البيت تاني. ايه يا اخويا تليه، وده وقت هزار. يلا سلام بقى. سلام. عندك القرف في برودك. هو في حاجه بلا تحيه؟ لا مفيش حاجه يا حبيبه قبله، وخفي شويه يا اختي على قبله كتير دي. انا مش جايبه 10 عيال قدك. انا بس كنت عايزه اطمن على عيال كويسين ولا لا. كويسين يا اختي الحمد لله، احسن مني ومنك. بقول لك ايه، انت بنت جدعه كده وزي الفل، وجمايلك اللي بتعمليها دي على راسنا من فوق. بس لو تبطلي تلمعي اكر تبقي زي الفل. الو الو، يا نهار اسود، ده الجوع كافر. طلبت شيرين بدل ما اتصل بامي. الصوابع بتفتكر على مزاجها بقى. كويس اني اطمنت ان هي كويسه، مع ان كان نفسي في عصابه مسلحه تولع في ابوها وامها. بس حرام بقى، انا ما شفتش منها الا كل حب. الو مين؟ عم عبد الناصر. عم عبد الناصر مش سامع حاجه. انت عامل ايه في الاعتصام؟ دي خالتي قلقانه عليك قوي يا عم عبد الناصر. شيرين اسمعيني كويس. محمود وحشتني يا محمود. مش وقت الكلام ده، لو امي قاعده جنبك اوعي تجيبي سيرتي. فهماني؟ اوعي تقولي فهماك. فهماك فهماك. قلتيها مرتين، يا نهار اسود. مش عايز حد يعرف ان انا بكلمك، ردي من غير ما حد ياخد باله. امي كويسه؟ هي جنبك؟ حلو قوي، خليكي ماسكه فيها بقى. وابويا كويس؟ نزل الثورة ها؟ طبعا ده ما هيصدق. كفايه بقى، هياخدوا بالهم. طب احمد اخويا سهر او اتصل؟ ايه اللي دي؟ يعني لا، والله بقيتي تشغلي مخك يا بنت. وحشتني قوي يا محمود. عليا النعمه هقفل. لا لا بص، انا مش هعرف اطول عليكي في الكلام يعني، بس وحياتي اللي كان بيننا شيرين. نعم، يعني ايه اللي كان بيننا دي؟ هتردحي لي يا شيرين؟ هتردحي لي وانا هربان؟ انا اقصد يعني لو ليا خاطر عندك. مش انا ليا خاطر عندك برضه؟ اوعي تجيبي سيره لامي ان انا اتصلت. مش عايز اطمنها لحد ما اقابل منى المحاميه واعرف راسي من رجلي. الست هتطمن من هنا، وجايز بكره تلاقي خبري في الجرايد. ايه؟ متقلقيش، انا كويس. ده انا شفت ايام يا شيرين، بس الحمد لله لحد دلوقتي ربنا ساترها. ادعيلي. انت كويسه يا شيرين؟ ابوك وامك كويسين؟ يا رب تقولي لا. انت بتكلمي حد يا بنت يا شيرين، ولا رافعه السماعه كده وخلاص؟ يو مالك متنحة كده ليه يا بت؟ كنت سامعاكي في الأول بتقولي يا عم. أخيراً ناصر افتكرنا واتصل بينا. متنحة كده ليه يا بت ما تردي عليا؟ مين اللي بيتكلم؟ أنت محصورة يا حبيبتي؟ استني لما تحية تطلع من الحمام بيخش. يو ما تردي عليا يا بت وتكلميني زي ما بكلمك. الله؟ ده بقينا عم عبد الناصر يا خالتي، بس الصوت مش واضح. وريني كده. اوحي اوحي اوحي. الو، ايوه يا ناصر، انت فين يا اخويا؟ السكه مفتوحه فعلا. الو، ايوه يا ناصر، اصل انا مش سامعاك. عايزه اطمن عليك يا اخويا، ده انا لسه ده عيالك انت وعيالك، ربنا يحميكوا ويحفظكوا ويوقف لكم ولاد الحلال في طريقكم يا رب. البيت مظلم من غيرك يا ناصر، حرام عليكم والله. البيت فاضي عليا كده من غيرك انت وعيالك. ربنا يطمني عليك، انا مش سامعه خالص. طب بقول لك ايه، اقفل السكه وارجع اطلبني تاني عشان اطمن عليه.
بس اوعى ما تطلبش. ها انا هقفل اهو. قفلت الست، يمكن يرجع يطلبنا تاني ان شاء الله. ايه بتعيطي ليه يا منيله على عينك؟ يا رب يا خالتي يبقى كويسين ان شاء الله. ان شاء الله هيبقى كويسين. محمود هيبقى كويس، واحمد هيبقى كويس، وعم عبد الناصر طول ما انت بتدعي لهم يا خالتي. يا رب يبقوا كويسين. ما تصدقي تلاقي مناحه وتلضمي فيها. طب قومي بقى يا حبيبتي، قومي يلا قبل ما ابوكي وامك يستعوقوكي ويرجعوا يطلبوكي على التليفون ويشغلوا لنا الخط. قومي بقى يا حبيبتي، القلب دعيلك. انستي ونورتي، مع الف سلامه. ما تقلبيش علينا المواجع. هي اختي البت النكديه دي اهو، ده عيبها. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يحميك يا ناصر، انت وعيالي، ما يضرنيش فيكوا ابدا، ويفتحها في وشكوا. قادر يا كريم. الشاي يا ابو شريك، اتفضل. الف هنا وشفا. وبعدين بقى بنتك اللي مش هتجيبها لبر دي، اهي متاخره اهو عن ميعادنا نص ساعه. الله، جرى يا اخويا، ما تخلي البنت تفك عن نفسها شويه، واحنا لسه نهار اهو. مش احسن من حبستها في الحمام وكانت هتروح من ايدينا؟ طول ما انا ماشي ورا شورتك المهببه ديت، البت دي لا هتربح ولا هتكسب. طب الاول كان حالها موقوف عشان واد فاشل وعاطل، دلوقتي حالها موقوف عشان واد ما احناش عارفين ان كان فوق الارض ولا تحت الارض. يا ساتر يا رب عليك، قول يا اخويا ان شاء الله يكون فوق الارض. فوق الارض منين؟ ده تلاقيه مرمي في سجن ولا في معتقل، يعني هيبقى في قصر يعني. الله، المهم يكون حي يا اخويا. ان شاء الله حال البلد هيتصلح ويتنصف ويتفك ظلمه. هينصلح منين بس؟ هو كده الحال بينصلح؟ العيال اللي زي المحروس احمد دول خربوها وخلوا البلطجيه والحراميه مالوا البلد. احنا يا اخويا لا شفنا لا بلطجيه ولا حراميه، اهو كلام بنسمعه خلاص. انت عاوزه تشوفي الجتك متلقحه في الشوارع عشان تستريحي؟ افهمي، عشان احنا محدوفين في بلد بعيده ما فيهاش مكسب يعني. ايش ياخدوا الريح من البلاط؟ انما بقى في مصر واسكندريه الجتك مترميه في الشوارع، البلطجيه والحراميه بيغتصبوا الحريم وبيقتلوا الاطفال. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. لا ده احنا في نعمه يا اخويا، ربنا يديم علينا النعمه يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دنايا. سلام. فين يا بت؟ ما تنطقي، فرحينا معاكي. هيكون في ايه يعني؟ محمود زهر صح؟ محمود ايه يما، انا قلت حاجه زي كده. يو، امالك يا اختي فرحانه قوي كده ليه؟ فرحانه وخلاص، نعم ربنا كتير ولازم نفرح ونشكره عليها. يا سلام، ومن امتى الايمان ده كله؟ من دلوقتي يابا، انا مش هسيب فرد تاني. انا كنت مقصره شويتين، هو ده اللي كان شايل البركه من حياتي، بس انا خلاص مش هسيب صلاه ولا صوم ولا حتى قرايه قران، وهفضل ادعي ربنا كده على طول. وكمان عشان اشكر فضل ربنا ده عليا، هبيع ذهبي وهتصدق بثمنه للغلابه. لا استنى يا روح امك، الثوره دي هتفقرنا وهتخلينا غلابه، نستحق الاحسان. يا راجل ما تكسرش بخاطر البنت، ده انا بقى لي سنين ما شفتش فرحتها. ربنا يا بنتي فرح قلبك كمان وكمان. شفت بقى الدنيا غريبة ازاي؟ أخيرا أمي وشيرين اتفقوا، مصيبتهم فيها جمعتهم، مع إن أمي كانت دايما تقول لي يا تسيبك منها، ما تخليهاش تبلفك بحلاوتها دي. يا ابني اللي بيتجوز واحدة بيتجوز معاها أبوها وأمها، ودي ليها أهل يتفتلهم بلاد، أو
لا لا يا أمه، شيرين حاجة تانية غير أهلها خالص، ده أنا اللي مربيها على إيديا، بس اللي شفت معاها أيام حلوة، يعني كان لسه عندي أمل بقى في الدنيا. المشكلة إني أنا قلت لها فيروس الأمل ده، أنا خفيت منه بس الفيروس فضل ماسك فيها لحد النهاردة. أنا مش عارف ليه هي مش عايز تنساني، مع إن أنا نسيتها خلاص. إيه؟ مش مصدقني؟ بص، أنا كل اللي بفكر فيه دلوقتي إن إزاي أخلع من البلد دي على خير. عايز أروح بلد أحس فيها إن أنا بني آدم عايش يا أخي، عشان ساعتها الأحلام بتصحى وبتبتدي تفكر في بكرة، وبتحب كل حاجة حواليك، أهلك وبلدك، والأهم من ده إن أنت تحب نفسك، عشان أنت لو محبتش نفسك مش هتحب بلدك. يا أخي إزاي تسألني بس فكرت في موضوع الهجرة؟ أنت مجنون؟ بلد إيه اللي تتغير؟ أوعكم فاكر إن المظاهرات دي هتغير البلد؟ بكرة هيطلعوا لهم وهيضحكوا عليهم بكلمتين، هيقول لك شلنا فلان وحطينا علان، الناس هتفرح وهتسقف وهتروح بيوتها مبسوطة، بس هيفضل الظلم زي ما هو، هيفضل الفقير مش لاقي ياكل ولا لاقي حد ينصفه، وانا بقى واللي زي حالاتي هنفضل كده. ممكن حياتنا ومصيرنا يتغير لمجرد ان واحد من علية القوم قرر انه يحطنا في دماغه. مش يأس ولا نيلة، انا كل ما اقول لك حاجة تقول لي ركز في كلامي. انا بس بجيب لك من الاخر. ما انكرش اني فرحت ان الناس خرجت وطلبت بحقوقها. بس انا اتعودت ان لما افرح لازم اخاف. مش احنا الشعب اللي لما يضحك كتير يقول لك اللهم اجعله خير. خوتك بقى النهارده، معلش، تصبح على خير. انت اللي مين؟ انا محمود اخ احمد، يا رب الاقيه عندك. يا محمود ازيك، انا شادي صاحب احمد، فاكرني؟ ازيك يا شادي، طمني، احمد كويس؟ احمد بخير وزي الفل، هو بس معتصم في ميدان التحرير وانا سبته وجيت على هنا عشان خاطر اطمن على الاهلي واجيب لي شويه حاجات ليا وليه. انت طمني عليك، انت اخبارك ايه؟ انت فين دلوقتي؟ بتكلم من حته كده في كينج مريوط، بيت اضطريت ادخل استخبى فيه يعني، بس غصب عني والله يا شادي. اصل انا هربت من سجن وادي النطرون، انا وزميل معايا في القضيه كان بيتضرب علينا نار جوه وكنا هنتورط في موضوع كده. قول لي بس مفيش وقت اوصل لاحمر ازاي؟ بص يا محمود، الشبكات زي الزفت في ميدان التحرير، فانت مش هتعرف توصل له، وانا عندي فكره كويسه. تعال انت على هنا لو جاي على اسكندريه واستناه هنا، وانا نازل مصر كمان كام ساعه، خلي احمد يكلمك على هنا. وانتوا بتتحركوا كده عادي؟ مش بيقول لك في عصابات بتقطع الطريق على الناس وتقتلها؟ يا عم عصابات ايه، ما انت هربان، قتلت كام واحد لحد دلوقتي؟ اه صحيح في عصابات وفي مجرمين وفي مساجين هربانين من السجون، لكن كل حادثه بتحصل بيضربوها في ألف عشان ينسوا الناس ان السبب في كل ده هو اللي خرج الناس من السجون. طب كويس ان انت طمنتني على احمد، انا بقى لي يوم بحاول اكلمه مفيش فايده خالص، ما بيردش. افتكرت البوليس مراقب الشقه. بوليس ايه يا محمود؟ الناس يا محمود هي اللي عامله لجان شعبيه عشان خاطر تحمي بيوتها. قول لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ أنا هقضي الليلة عندي هنا بأي طريقة، وبكرة حاول أوصل اسكندرية. تمام تمام، أنا هسيب لك المفتاح تحت قصرية الزرع بره باب الشقة زي ما بنسيبه كل مرة، جميل؟ وأنت لما تيجي على هنا ادخل على طول، وأنا هخلي أحمد يكلمك بكرة. طب بقول لك إيه يا شادي، معلش بس عشان معيش ورقة وقلم، عايزك تسيب لي رقم منى المحامية على التلاجة أو على الترابيزة. اللي بالحق هي في مصر ولا في اسكندرية؟ لا منى في اسكندرية في اعتصام قائد إبراهيم، ده هتفرح أوي لما تلاقيك، ده قلب عليك الدنيا هي ووالدك. هو أنت ما كلمتش أهلك في رشيد؟ اكلمهم واقول لهم ايه بس؟ اطمن امي النهارده، وانا مش ضامن بكره تقرا خبر موتي في الجرايد.
نفس السبب اللي قاله لأحمد. ربنا يسهل محمود والنظام يسقط، وساعتها ربنا مش هينصفك انت واحمد بس، هينصف كل الناس اللي ظلمتهم الدولة البوليسية اللي قربت تقع دي. انا لسه هستنى لحد ما النظام يسقط. بقول لك يا شادي، انا عايزك تقول لمنى ان انا عايز منها خدمة، عايزها تجيب لي الباسبور بتاعي من البيت في رشيد بصنعة لطافة كده، عشان انا عايز اخلع من البلد دي. يا عم ايه اليأس ده كله، حرام عليك بقى. هكلمك تاني يا شادي، ما تنساش بس تسيب لي رقم منى وخلي احمد بكره يكلمني. هكلمك تاني، سلام. يلا يلا ورايا. يا نهار اسود، ده ايه الورطه دي يا رب؟ افتح. اطلع عليك. امان. ايه ده؟ اطلع عمل اللي فوق لحسن يكون حد من اهل الفيلا في الاوضه اللي فوق دي. يا ابن الفقريه مش تهيص، شايف العز يا له؟ يا فرحتي بالعز اللي احنا فيه، لو اتمسكنا واحنا بنحمله. العربيه مليانه ومعبيه تحت، هنعمل ايه بالحاجات دي؟ عندك حد يلم الليله ويحيينا بالفلوس؟ قلت لك بدل بره 10 ما تبقاش في وشي عشان انا متشائم. كله هيتباع وحياه امك. فاكر بنت هبه يالا بتاع كفر عشري اللي انا كنت ضارب معاها عاد عرفي؟ اه. انا بقى ربطت معاها ومع ابوها الواد عطيه النتن، هيشيلوا كل الحاجه اللي معانا وهيدفعوا فلوس صاحيه وقتي. نصيبك لوحدك هيكفي مزاجك تقول كده مش اقل من 3 4 شهور. ايوه بس هننفد ازاي من اللي جاري اللي على الطريق عشان نوصل بالحاجه اللي معانا لكفر عاشر؟ وما تقوليش يا عسليه بالعربيه المسروقه. تعبت يالا؟ حد قال لك ان انا ياوي اجرام؟ انا محترف، انا كنت بروح اسرق معامره في بطنها. مؤاخذه يعني الحاجه دي كلها هتخش اسكندريه وتعدي منها من غير ما نعدي على الاسفلت اساسا. ازاي بقى يا اسطى؟ هتعبي الحاجه دي كلها في كرشك؟ وحياه امك، خف الغباوه اللي انت فيها دي عشان ما تغباش عليك على المسه. ما تزعلنيش منك، لحسن انا لما بزعل بزعل. حقك عليا يا اسطى، حقك عليا. ما تبطل سيالها يالا، ما انت عارف ان الموضوع ده بيحز في نفسيته. بيتعبني القولون يا بشر. لا مؤاخذه يا اسطى، معلش بس عايز افهم بس حاجه. هتعدي الحاجه ازاي وتوديها لهبه واخوها من غير ما نعدي على اسفلت اساسا؟ اقول لك ازاي. فاكر البيت سعالي بتاعت البياصه؟ البيت دي الجامده دي اللي كنت عايز اتجوزها ورحت اتقدمت لها، بس يا ابوها رفضني من الرفضي ده. اه مالها دي الاخرى؟ اخوها الواد زكريا النيتن عنده مركب صيد في الملاحات. اه هيستنانا الساعه 2 بالليل على اول الملاحات قبل الكمين. 2 بالليل؟ طب ما نتحركوا بالنهار احسن، النهار له عينين وبعدين احنا مسقطين. النهار مش اللي زينا حيلتها، احنا زي البوم ما نتحركش غير في الضلمه. الليل ده بتاعنا وملكنا. ودي مؤاخذة يعني احنا هنمشي واحدة واحدة بالعربية وطافين النور لحد ما نوصلوا الملاحات، وهناك بقى نحط البضاعة اللي معانا في قلب القارب. قارب؟ قارب اللي هيشيل البلاوي المتلتلة دي؟ ده انت عايز لك ولا سفينة من بتاع التنتانيك. امر فيها، ناقصاك انت راخر. احنا هننقل الحاجة واحدة واحدة ان شاء الله على 60 مرة. المهم لمؤاخذة يعني ان احنا نفضي الحمولة دي في العشة بتاعت الواد صاحبه، نخزنها وبعدين ننقنق فيها، ننقل براحتنا واحدة واحدة. ها عندي لك حل تاني؟ يا عم ما عنديش حلول، بس بالنسبة لسعاد واخوها وصاحبه وهيبة واخوها والناس دي، مش هيحكوا معانا في المصلحة دي ويقطموا لهم كام قطمة؟ لا هيوجبوا معانا إنسانية، أكيد هيقطموا يا أخويا من القطمة. تعبيط ياض. وبعدين مؤاخذة يعني احمد ربنا اللي احنا فيه، وهو احسن مما فيه. اديك عملت برطه في فيلن الكينج ولا حد سائل في اهلك، مش احسن من الليالي الشعبيه بتاعت اسكندريه كنا هنموتوا فيها وهنروح في طيس؟ يا عم حامدين وشاكرين، انت هتقعد تنق لنا؟ بقول لك ايه، من دلوقتي للساعه 2 هنعملوا ايه؟ هنعملوا عيد ميلادي. مؤاخذه يعني المناسبه السعيده دي حلت النهارده. الفيلا الجميلة دي فتحت نفسي ان انا احتفل بيه،
وهو فرصة أنا عازمكم يا معفنين يلي أهاليكم ما كانوش يحلموا يعدوا من جنب مكان زي ده. عيشوا بقى ودلعوا نفسكم. أنا لسه جاي من المطبخ، الزهر صحابها لسه سايبينها امبارح، طبخين مكرونة ولحمة والتلاجة على آخرها، ده غير المفاجأة الكبيرة. مش جيلي. كرتونة كبيرة كاملة. الله. أنا كنت حاسس إن ربنا هيرضينا بعد كل الشهادة. لا. بيرة لا. رجالتي ما يشربوش اثناء تقضيه وظيفتهم ابدا. الراجل معفن ده لما بيشرب وبيتقلها بيهيس وما بيبقاش عارف راسه من رجليه. انا مش ناقص بلاوي. جرايه يا اسطى، بيرة ايه اللي هتطير دماغي؟ دي زي اسال حاجه الساعه. ماشي يا عم بتاع الحاجه الساعه، بس عليا النعمه، عليا النعمه لو خسعت ولا هيست واحنا بننقل الحاجه لاكون رميت في الملاحات، وانت عارفني وعارف غباوتي. أنا في الشغل وفي أكل العيش ما بعرفش أبويا ولا حتى جوز أمي. ده بالنسبة لسجن مرج سعادتك. أما بالنسبة لسجن وادي النطرون فالجيش سيطر على كل العنابر بتاعته. والوزارة بعتت قوة إضافية عشان تعزز الحراسة عليه. في ناس اتقتلت حوالين السجن من الجنائيين، وناس اتقبض عليها في كمين الصحراوي، وناس الأهالي قبضت عليها وسلمتها للجيش. بس الغريب يا فندم إن مفيش حد من بتوع الجماعات الإسلامية دي هرب أو حتى حاول يهرب. ولما دخلوا عليهم العنابر بتاعتهم لقوهم قاعدين عادي خالص وكأني مفيش أي حاجة بتحصل حواليهم. محدش هرب من المتهمين في قضايا ارهاب غير محمود عبد الناصر وعبد الرحيم الصعيدي. هيروحوا فين؟ هيقعوا. انا خايف يا فندم يهربوا بره البلد زي بتوع حماس ولا حزب الله وما نعرفش نجيبهم تاني. ما يهربوا. هنعمل لهم ايه يعني؟ ازاي سعادتك؟ ازاي ايه؟ مش هي دي الثوره اللي هم فرحانين بيها؟ خليهم ينبسطوا يا سيدي ويستمتعوا بيها قوي. احنا نضحي بنفسنا ونوقع تنظيمات ارهابيه ويجي شويه عيال يجروا البلد للفوضى. أنا خايف يا فندم إن حد من العيال اللي هربوا دول يبتدي يشتغل على عمليات جديدة. ما يشتغل ولا يتنيل. خلي الناس تفوق بقى. تعرف مين اللي بيحميها ويخليها تنام في أمان ومرتاحة البال؟ بدل كلمة إسقاط النظام اللي ماسكينها البنات بقهم دي. وإحنا سعادتك هنقعد نتفرج على حكاية الاعتصام دي اللي شل حركة البلد إذا كان هنا ولا في مصر والسويس وباقي المحافظات. هنسيب شوية عيال زي دول يلعبوا بمستقبل البلد يا فندم. ومين قال لك إن إحنا هنسيبهم؟ قريب أوي هتسمع أخبار كويسة جدا. إحنا مش ساكتين وشغالين كويس. هما معاهم الشارع واحنا معانا الدولة. خلي الشارع ينفعهم بقى. أنا مش عارفني. الله. أنا مش عارفني. أيوة. أنا تهت مني. أيوة بقى. أنا مش أنا. لا دي ملامحي. ولا الشكل شكلي. ولا ده أنا. أبص الروح فجأة لقيتني ألاقي كرش في إيه يا اسطى؟ في إيه الغباوة دي؟ ما إحنا عارفين إنك بكرش يا اسطى، في إيه؟ تعبت من المفاجأة. بس في صوت، أنا سمعت صوت. يا عم صوت إيه بس؟ تلاقي الهواء بيخبط في الشبابيك بره. ده مش صوت هواء. لا لا لا، أنا ودني ما تكدبش علي أبداً. ده صوت خبطه. قوم ياض، قوم شوف في ايه. وبعدين في قله المزاج دي ما تقوم يا اسطى انت تشوف عايز ايه. يا ده الكوماندا ادى اوامر وبس. قوم اهو، مش قلت لك هيشرب وهيفخد وهيهيس ومش هيقضي اي مصلحه؟ ما صدقتنيش. قوم ياض لما هفرغ ال كرشك. بس خلاص يا عم ايمين اهو يا عم. فرغ ايه وكرشك ايه؟ شوف كرشك من كرش يا عم. الله يخرب بيتك وبيت اللي عملك علينا كوماندا يا عم. برضه بتقول حاجه؟ انا يا عم ما بقولش حاجه، خايف من العفاريت. ده احسن عيد ميلاد احتفلت بيه في حياتي. كل سنه وانت طيب يا معلم. انت عيد ميلادك امتى؟ بكره ان شاء الله. تعال تعال. الواد الجزمه ده اتاخر. اتاخر هتلاقيه كعبل. ما هو انت عارف انه مداول، هتلاقيه كعبل في السجاده اتكافى على وشه. يا رب عفريت يطلع له يا شيخ ويكهربه. قوم اشوف الواد. قوم قوم شوف اتاخر ليه. قوم اشوف الواد ده. هو برضه البداول ولا انت؟
ماشي ماشي يا جوز جزم اللي ما كنت اسلمكم مع اول لجنه للجيش واخد عليكم مكافاه ان شاء الله 10 جنيه. ببقى الشر. ايه اللي انت عامله ده؟ ربنا ما يحرمك من الهبل. بس تعبان حبتين. انا مش عارفني. انا توتي منك. انا مش انا. لا دي ملامحي ولا شكلي شكلي ولا ده انا. ابص لروحي فجأة لقيتني. لقيتني كبرت فجأة. تعبت من المفاجأة. مين فيك اخو سعاد؟ سعاد بتاعت البياصه. ما تخلص يا عم، هو تحقيق. انت مين اصلا؟ انا وهبه بعتني وبعت بطاقته معايا كمان عشان تتاكد. امال هو فين بسلامته؟ مفيش وقت اللكاعه دي؟ القلب فين؟ الحاجه فين؟ الحاجه جاهزه، بس هو بعتني الاول يعني عشان نشوفه اذا كان القلب هيقضي ولا هنسيبه الحاجه هناك. الله، احنا مش قلنا هنجيب الحاجه كلها ونسيبوها عند الراجل ده؟ ما احنا برضه على قولنا، بس ربنا كرم بشغل كتير. في حاجات هنخزنوها هناك في مكاننا وفي حاجات هنجيبوها. هو القارب فين؟ ما هو قدامك في البحر. في موتور؟ لا، بس لما ربك يكرم ونصرفه ببضاعه هنجيبه بدل موتور اتنين. لا بلاش بقى عشان انا بتشائم من المواتير. طب احنا اسكندريه في انهي اتجاه؟ ايه يا عم انت سلامه الشوف؟ الموضوع مش محتاج فقاقه يعني. معلش وانا مش لابس نظاره القرايه بتاعتي. ما تجاوبه انت ساكت يد وتخلص. خلاص يا عم ما تزعقش بالراحه. اهو من هنا. كلها كام ساعه والنهار يطلع وتشوفه بنفسك. بقول لك ايه؟ انت تطلع على وهبه تخليه يجيب الحاجه عشان نخلص. انما انت عمال ترغي من الصبح يعني ما عرفتناش على روحك. ايوه عندك حق. انت تعرف هبه اللي من كفر عشري؟ لا ولا انا. ايدك فوق يا يا عم. انت في ايه؟ طب يا عم في ايه يا عم؟ حاضر حاضر. اربط نفسك بالحبل ده. يلا حاضر اربط. كل واحد يكتف في التاني. حاضر. يلا يلا يا عم ما تزعقش. بص في الحيط. حاضر. وشك هناك. حاضر. ابتدي برجلك. ابتدي برجلك. حاضر يا عم. حلاوتك وعصابه وسعاد والبياصه. في عصابه بتتكتف. بص هناك. بص هناك. حاضر يا عم.
يا رب تكون وصلت بالسلامه زي ما قال لي شادي. الاكل ده بيتي مش من الشارع، مامي اللي عاملاه مش انا عشان تطمن. سخن وتعامل، تلاقي الاكل بيتي وحشك. انا مضطره اسافر القاهره وهرجع قبل ميعاد حظر التجول باذن الله. انت ممكن تلاقي شباب جايين من الاعتصام مخصوص عشان يستحموا، ما تقلقش لو لقيت معاهم مفاتيح. حاول ما تنزلش من البيت الا لما اشوفك الاول. لو عاوز تنزل اي سبب قهري ده رقم موبايل منى. الحمد لله على سلامتك. إلهي تنامي، ما توعي تقومي يا بعيدة. البلد مقلوبة والناس طالع عين أبوها، وإحنا مشغلين أم كلثوم. الناس تقول علينا إيه؟ مجانين؟ إيه؟ عايز إيه يعني تشغلك يا أخويا أغاني وطنية؟ مش كفاية الكآبة اللي في التلفزيون؟ ده بدل ما تقولي لها تلم نفسها وما تفضحناش قدام الناس، البلد بتولع وهي مشغلة أم كلثوم، ويا ريتها مشغلاها وطني ولا حزيني. لا، الست هيمانة مش حاسة إن البلد راحت في التلفزيون.